طبعا عايز اسالك عن اداء الظهير الايمن محمد هاني، عمر كمال، اكرم توفيق قبل ما يعود لنص الملعب مره اخرى، كريم فؤاد قبل ما يطلع للجناح، كلهم اسماء كبيره جدا وعاملين شغل رائع، ولكن محمد هاني هو دائما بيلعب في هذا المكان. كلهم لعيبه مهمه جدا في المركز ده، كلهم من افضل باكات طريقه اللي موجوده في الدوري المصري بشكل عام. لكن خلينا اتفق ان هاني مؤخرا بادي بشكل كويس قوي قوي، مستواه بقى في ثبات ملحوظ للامانه. انا شايف انه تطور مع مستر كولر بشكل كبير قوي قوي للامانه يعني. حتى عمر لما بيشارك برضه بيأدي بشكل كويس قوي، لان عمر عنده النواحي الهجوميه كمان مميزه جدا جدا. فما بقاش عندنا مشكله في المكان ده الحمد لله، يعني انا شايف ان باك رايت ما بقاش عندنا مشكله فيه، لان هاني يعني ثقته في نفسه زادت بشكل كبير يا كابتن، ودي اللي كانت ناقصاه ليه في يعني. بعض الاوقات انا بحس ان هاني من اللاعبين المظلومين على السوشيال ميديا او اعلاميا يعني. بس خلينا نتفق يعني ان لما بيعمل ماتش وحش وده طبيعي بيحصل، بياخد يعني الناس يعني بتنتقده بشكل، انا بشوف كده بشكل كبير لا لا، جدا، ودي لكن حقيقه لما للامانه، بيبقى كويس حتى يقول لك ده كويس. طب لا، بس ادوا له حقه. دي حقيقه. لا بس خلينا نتفق برضو انه مؤخرا بدا ياخد جزء كبير من حقه، اوكي. حتى تواجده في المنتخب واللي بيأدي بشكل كويس جدا في المباراتين مؤخرا مع الجهاز اللي كابتن حسام حسن بدا يأدي فيهم بشكل كويس قوي. انا بدا ان الناس لا يعني، بص يا كابتن حسام، خلينا نتكلم ان في الاول والاخر انت ليك الملعب، صح، الاعلام 90 والسوشيال دقيقة ميديا بيبقى في ناس ليها توجهات وفي ناس بوجهات نظر، خلينا نقول وجهات نظر، فاحنا ولا ده ولا ده. انت واحد بيلعب في النادي الاهلي وكابتن شيبي دلوقتي كابتن من كباتن النادي الاهلي وباك رايت اساسي منتخب مصر، انت عايز ايه تاني؟ يعني معلش مش معقوله ان جهاز مدير فني او جهاز النادي الاهلي وجهاز منتخب مصر شايف حاجه غير الناس التانيه شايفاها. بالعكس انا شايف ان هاني مؤخرا بيأدي بشكل كويس قوي قوي، نتمنى ان الثبات ليه ان شاء الله، لانه كابتن من كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر وبيأدي بشكل كويس قوي في المكان ده يعني. أداء إمام عاشور بعد عودته من الإصابة أعتقد أداء رائع في ظل فترة إصابة ليست بالقصيرة. خلينا نقول لفظ يا كابتن اسلام في اتفضل. الكوره مهم جدا، ان امام عاشور لعيب مختلف، وده بيبقى قليل قوي في الكوره، اللعيبه المختلفه دي يا كابتن اسلام قليله جدا جدا في الكوره، يعني مش اي حد يعمل لك جون في اي وقت، مش اي حد يبقى مؤثر في مباراه. فعشان كده انا شايف ان امام مختلف من الشخص، عنده كمان شخصيه يا كابتن اسلام في الملعب، انا بتكلم في الملعب وبتكلم فنيا، عنده شخصيه مهمه جدا جدا في الملعب يا كابتن اسلام، وعشان كده بتلاقيه مؤثر باستمرار، حتى لو مشاركته او مع الاصابه وعودته لا بتلاقيه ليه دور، ليه دور مهم جدا في الفرقه، ليه دور ايجابي، وده اللعيب المهم يا كابتن اسلام.